في الشأن المحلي، احتفلت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة يوم أمس بالخريجين الجدد، حيث شهدت الاحتفالية تخريج 85 طالبا وطالبة إلى الجامعات المحلية والعالمية، يمثلون الدفعة الثانية من طلاب مبادرة موهبة للشراكة مع المدارس. المزيد في سياق التقرير التالي. تعد مبادرة القيادات الشابة إحدى مبادرات مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، حيث تقدم المؤسسة لهؤلاء المبدعين البرامج التعليمية والتدريبية التي تدعم مسيرتهم الإبداعية. واليوم تحتفي مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بتخريج الدفعة الثانية للطلبة الموهوبين والموهوبات لأعوام مضت من العمل والإنجاز والمثابرة والجهد حتى حان وقت الحصاد، ممثلا في هذه الكوكبة الإبداعية. اليوم يمثل يوم مميز بتخريج كوكبة من الموهوبين والموهوبات في مدارس مميزة تم اختيارها بشكل معين، وهم يمثلون نماذج مبدعة بإذن الله للمستقبل، ويمثلون يعني رؤية ملك وأمل وطن بإذن الله. أنا التحقت في برنامج مبادرة الشراكة في المرحلة الثانوية، يعني صار لي 3 سنوات. الحمد لله أنا من دخلت الأول ثانوي وأنا أخذت المركز الأول على المدرسة، واستمريت لمدة 3 سنوات بنسبة 100%، وراح أكمل إن شاء الله في تخصص هندسة الميكانيكا. وهذا الحب جاء من دخولي في فريق الروبوت، والحمد لله تأهلنا على مستوى المملكة وأخذنا فيه أفضل مشروع على مستوى المملكة، وتأهلنا أيضا على المستوى العالمي ورحنا في مسابقة FTC أمريكا. الحمد لله مجهود 12 سنة توجناها اليوم وتخرجنا، وباقي قدامنا مشوار طويل إن شاء الله نواصل، وبالتوفيق لي وللشباب كلهم إن شاء الله. فتخريج المبدعين يعطي دليلا لما توليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والخطط التي تعمل بها المؤسسة لبناء جيل من الموهوبين المشاركين في نهضة الوطن في جميع المجالات. أنا اليوم احنا سعيدين جدا بتخريج 85 طالب وطالبة من مدارس الشراكة في مختلف مناطق المملكة. يعتبر هذا اليوم بالنسبة لنا احتفال بإنجاز عمل متواصل لمدة ال4 سنوات الماضية من جميع الجهات، من الطالبات والطلبة، من الأهالي، من المدارس، وأكيد من مبادرة الشراكة. الحمد لله اليوم يعتبر كمكافأة لإنجازاتنا خلال 3 سنين وتعبنا وعملنا مع موهبة. اليوم يعتبر زي هذا اليوم اللي نرد فيه الجميل الموهبة ونقول لهم شكرا على مساعدتهم ووقفتهم معانا وصقل لموهبتنا ومساعدتهم لنا. للأخبار هنية الدوسري، الرياض.